وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائيه قهوه ادفينا ووضع خطه متكامله لتشغيل خطوط انتاجه وفقا لاحدث النظم والمعايير والمواصفات العالميه للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبيه الاحتياجات المحليه وكذلك التصدير. كما وجه الرئيس السيسي بتنسيق بين كافه الجهات المعنيه لتوسع في زراعات الزيتون في مصر. اضافه الى توفير كافه المتطلبات اللازمه للتوسع في زراعه القصب بالشتل اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، والسيدة نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه، واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قها وادفينا والذي يقع بمدينه السادات على مساحه مائه فدانا وبتكلفه استثماريه حوالي خمسه مليارات ونصف المليار جنيه وذلك بالمشاركه بين الشركه القابضه للصناعات الغذائيه وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه حيث سيضم المجمع تسعه مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائيه بكافه انواعها المختلفه وقد وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط انتاجه وفقا لاحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، اخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتي تضم سلسلة مصانع من ضمنها مجمع صناعات سايلو فودز كما شهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر بما فيها الانتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية فضلا عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزياده القيمه المضافه من انتاج الزيتون على المستوى المحلي وذلك لتعظيم الاستفاده من المقومات المتعدده التي تمتلكها مصر في هذا الاطار كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعه قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات انتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعه التقليديه وذلك من خلال ترشيد استخدام الاسمله والبذور وسهوله استخدام نظم الري الحديثه لترشيد استخدام المياه وتيسير تطبيقات الميكنه في الزراعه لتقليل تكاليف الانتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد بالاضافه الى زياده الانتاجيه الفدانية من ناحية الكم والنوع، وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل. خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي. كما اطلع السيد الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي، موجهاً سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصةً عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها إلى جانب احكام الرقابه ومنع طرق الصيد المخالفه بالاضافه الى تزويد البحيرات بالذريعه السمكيه المطلوبه للانتاج